المجاهدين حرستها 17-2012 المجاهدين حرستها الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. كتيبة مجاهدين حرستها 17-2012 الله إلا الله. بفضل من الله عز وجل تم السيطرة على حاجة صمصم بحرستها وبمشاركة كتيبة مجاهدي حرستها التابعة للواء سيد الشام، والحمد والشكر لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بالله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ستقوم كتيبة براء بن مالك وسرايا المهام الخاصة التابعين لتجمع أنصار الإسلام بإطلاق صواريخ إلى مطار دمشق الدولي لمنع الإمدادات الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر. قصف عنيف على منازل المدنيين الله أكبر.